بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم. النهاردة جاي أكلمكم عن تحديثات جديدة نزلت في لارافيل. لارافيل بدأت تعمل حاجة خاصة بالديسكتوب. طبعا لارافيل بتتقدم كل فترة، فنزلت عندنا حاجة جديدة اسمها لارافيل ديسكتوب. فممكن أنت تعمل الأبليكيشن بتاعك كأنه أبليكيشن على الديسكتوب عادي جدا. وفي المحاضرة دي هنبدأ نبين ازاي نقدر ان احنا نحول اي مشروع عندنا لابليكيشن على الديسكتوب. طيب احنا في البداية هننشئ مشروع جديد، نبدأ نروح للداير مثلا، هننشئ فولدر جديد هنقول له مثلا نيتر أب. نبدأ نفتح التيرمينال بتاعنا، هننشئ مشروع جديد بلارافيل، هنقول له بي كومبوزر. كومبوزر كرييت لارافيل كرييت بروجكت. لارافيل سلاش لارافيل وهنسمي ال وهنسمي الابليكيشن بتاعنا، هنسميه مثلا نيتيف أب. هيبدأ يكريت معانا المشروع، هنفتحه في فيجوال ستوديو كود، هنقول له اوبن فولدر وهنفتح الفولدر اللي احنا مسمينه نيتيف اب، هنقول له اوبن وكده يعتبر المشروع بتاع لارافيل نزل، اللي هو العادي جدا اللي احنا بنستخدمه العادي. طيب احنا دلوقتي عايزين نحول المشروع ده اللي هو الابليكيشن ده، عايزين نحوله ل لارافيل ديسكتوب. الموضوع سهل جدا، هنفتح التيرمينال بتاعنا، بس ننتظر شوية عشان تمام. نبدأ نقول له كومبوزر كومبوزر ريكوايرد كومبوزر ريكواير نيتيف بي اتش بي سلاش، وعن اللي هي الباكج اللي عاملينها اللي هي الكترون. وهندوس انتر، هيبدأ ينزل معانا الباكج او اللي هي خاصة بالديسكتوب بلارافيل. طبعا هو كده نزل الباكج، عشان نقدر ان احنا نفعل الباكج لازم هنعمل حاجة اسمها بي اتش بي ارتيزن نيتيف انستول، هننزلها، هننزل الباكج اللي هي خاصة بلارافيل.
اللي هي الكترون اللي هي خاصة بالديسكتوب، يبقى بي اتش بي ارتيزين ارتيزين نيتيف نيتيف انستول. كده هيبدأ ينزل الباكج، هنقول له يس. كده هو نزل باكج بيقول لك لو انت عايز تعمل لها سيرف اللي هو بي اتش بي ارتيزن نيتيف سيرف، هتقول له يس. وكده هيبدأ يشغل معانا المشروع وهيبدأ ينشئ اللي هو لارافيل ديسكتوب. هتبدأ تظهر معانا اللي هو لارافيل ديسكتوب زي ما احنا شايفين كده، ظهرت معانا اهيت لما نكبرها كده. طبعا دي الانسبكت بتاعتها، ممكن تلغي الانسبكت. وده المشروع بتاعنا ده اللي هو خاص بالديسكتوب بتاعنا، وألقاكم في المحاضرات القادمة، بحيث ان احنا هنحول اكتر من مشروع ان احنا عاملينهم قبل كده في القناة، هنبدأ نحولهم ل لارافيل ديسكتوب، ونخليه ابلكيشن عندنا على الديسكتوب عادي جدا، زي اي ابلكيشن انت بتشوفه على الديسكتوب.